بالنسبة للقافلة اللي راح تروح اليوم لولاية البوليدة، هي عبارة عن تضامن سكان ولاية ميلا مع سكان ولاية البوليدة، وكما تعلمون أن الشعب الجزائري هذا هو طبعه، وهذا هو الشعب الجزائري، أن الميزة نتاعه أنه دائما يوقف مع أخوه. اليوم راح نبعث 21 شاحنة محملة بكل بمعدات طبية ومعدات مواد غذائية وإلى آخره، والعملية هذه رايحة تشهد انطلاقة أخرى بالنسبة لبلديات الولاية في خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة لمناطق الظل.